مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامج 18. نطلع عليكم دائما في نفس الوقت على شاشه تلفزيون الراي ساعه ونص ان شاء الله، تميزنا من خلال ضيوفنا، من خلال احداثنا واخر الاحداث الرياضيه الخاصه في 18 والكره الكويتيه موجوده. في البدايه ابي اهنئ الكويت واهنئ الحكومه وشعب الحكومه والمقيمين على هذه الارض الجميله من خلال الأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية، ونقول لهم كل عام وكويتنا بألف خير يا رب، وإن شاء الله تدوم هذه الأفراح والأعياد في الكويت سواء كان في فبراير وطول السنة، وإن شاء الله تكون دائما الكويت من تقدم إلى تقدم آخر. يعني نقدر نقول لقب جديد انضاف للكويت في عام 2017 وهي عاصمة الشباب العربي، والألقاب دائما متتالية في هذه الأرض الطيبة. اليوم إن شاء الله عندنا أكثر من موضوع، في البداية خارج 18 وآخر الأحداث، عندنا أخبار عالمية بالإضافة إلى أحداث كروية كويتية. يعني نقدر نقول أن حلقة اليوم جزء لا يتجزأ من حلقة أمس، آخر مستجدات وأحداث نادي القادسية، بالإضافة إلى راح ناخذ اللقطات التحكيمية مع كابتن عايد إن شاء الله من خلال مباراة العربي والجهرة اللي صارت أمس وانتهت النتيجة 3-2. يقال أن النتيجة هي كافية والثلاث نقاط هي كافية، لكن ممكن أن تكون في أخبار وأيضا مواضيع أخرى من ناحية المستوى العام لنادي العربي في الدوري. ضيوفنا الكرام اليوم أقدر أقول هم مو ضيوف البرنامج، هم أساس البرنامج، محللين 18 والشاشة مو غريبة عليهم ولا هم غريبين على الشاشة وعلى هذا البرنامج من تواجدي وقبل تواجدي في البرنامج. من اليمين دكتور محمد المشعان محلل 18، حياك الله ويانا. مساء الخير عليك وعلى الإخوان وعلى الجماهير. يا هلا وسهلا دكتور، ان شاء الله تكون دكتور، دائما بعد الدكتور اقول دكتور. دكتور كابتن محمد صالح حياك الله ويانا. يا هلا فيك اخوي عبد الله، طبعا امسي عليك وعلى الحضور وعلى الساده المشاهدين، ونقول ان شاء الله يا رب كل عام والجميع بخير في اعيادنا الوطنيه. احنا الحين الساعه 11 في 25 فبراير، وبعد شوي راح ندخل 26 فبراير في اعيادنا. يا رب ان شاء الله الله يعطينا سنه خير ودائما للامام، ونكون كلنا ككويتيين وكدوله وكحكومه وقياده وشعب في ألف خير، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وبشكل عام إن شاء الله يا رب نرتقي ونتقدم في بلدنا إلى الأعلى ونرفع دائما علم الكويت بالمعارض. دكتور ما جت دكتور طبعا ما شاء الله محاضرة كانت ويدي حال لا فيها محاضرات دكتور أو دكتور طبي نقدر نقول. أبي أوصل تحية خاصة قالها أقولها على الهواء وتحت الهواء، أمس كنت في ديوان بورسلي، محمد بورسلي يسلم عليك وايد ويقول لك هد اللعب. الله يسلمه محمد، هذا يعني اكثر من اخ، يعني شخص راقي جدا جدا، لو اقول جدا الى ما لا نهايه ما راح اخلص. هذا الشخص صراحه انسان عزيز وصاحب مبادئ وصاحب قيم، والله يوفقك ان شاء الله يا محمد، والسلام واصل وعلى موعدنا ان شاء الله. اقول موعد الموعد بينك وبينه. من اليسار ايضا هم ليسوا ضيوف هذا البرنامج، هم اساس هذا البرنامج، كابتن عايد الروضان مساء الخير. ومانشيت اليوم يقول أول شيء مساءنا اليوم مساء غير، مساء يختلف عن كل المساءات، مساء العزيزة الغالية الحبيبة، نعم، كويت العز كويت الفخر كويت الإنسانية. بهالمناسبة نرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمين حفظهم الله ورعاهما أسمى آيات التبركات والتهنئة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير لدولتنا الحبيبة الكويت، وأجمل مساء. كافي هذا كافي هذا دكتور نبي له إيه الشاعر عايد الرضا شوير عايد الرضا شوير تمهيد تأسيس الشعر. أبو خالد نمسي عليك بالخير، كابتن عادل حياك الله ويانا اليوم ومنطول الغيبات يا أبو الغنايم. الله يسلمك أخوي عبد الله، أقول طبعا سلم عليك ومساء الخير للجميع الإخوان الكبار الموجودين، الدكتور والدكتور محمد صالح وأخوي الكبير روضان عايد الروضان. نقول كل عام وإحنا بخير، كل عام وبلدنا بخير، كل عام وهذه الأرض الطيبة بخير، كل عام سيدي صاحب السمو بالبلاد ولعهده الأمين والشعب الكويتي الشعب المحب، ترى إحنا شعب محب وشعب بسيط طيب. نتمنى هالأيام هذه ما تكون فقط أيام، نتمنى تكون سنوات خير. احنا ما نقول خير الطبيعه او الجو يكون بارد الجو حار او امطار، احنا نتمنى احنا من داخلنا طبيعتنا تكون طبيعه خير، لان هالبلد هذه تستاهل كل خير. وايضا شكر خاص للشيخ محمد بن راشد مكتوم على هذا الرجل، على حبه لهذا البلد. يعني اليوم تقعد من النوم تجيك رساله من الشيخ محمد بن راشد، فعلا دول الخليج بلد واحد
بالمواقف مو بالكلام، واتمنى الخير طبعا لجميع دول الخليج العربية والإسلامية. نشكرك كابتن عادل أقلة على هذه البادرة الطيبة، وذكرتنا في مسج جدا جميل كان وبادرة بادرة طيبة بصراحة، كل كويتي قام وكل مقيم على هذه الأرض قام ولقى مسج تهنئة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مو غريبة عليك هذه المواقف، وأيضا مو غريبة عليك هذه المفاجآت اللي تفرح الكويتي والخليجي. بدينا وياكم بالترحيب وأيضا بالتهنئة للكويت، وراح نكمل وياكم في محاورنا، لكن بريك صغير ورادين معكم. رجعنا وياكم من بعد الفاصل، أولى محطاتنا في الـ18 هي مواضيع خارج الكرة الكويتية وسميناها خارج الـ18. خلينا نشوف أول خبر. My admiration for Marcelo Bielsa is huge. So because he made the players better. Better, not much, much, much better. I never still I didn't meet one guy, one old former player for Marcelo Bielsa speak no good about him, how they are grateful about his influence in their careers, of course in the football. He helped me a lot from his advices. When I am able to speak with him, it's always I feel he want to help me. So it doesn't matter. That bit's for important for me to say that about Marcelo, because it doesn't count how many titles he won in his career. Always we are judged about how many success we have, how many titles we won, and that is less, but less important about how his influence about the football, about his football player. That's why for me it's the best player, the best coach in the world, and I'm looking forward to see him in Lille next season, and of course I'm pretty sure he will influence in that team, in that club, and the players will be huge. Yeah, I'm pretty sure of that. مؤتمر صحفي، غوارديولا يصف أن بيلسا هو أقوى المدربين، عدم وجود أي لقب لهذا المدرب يفتح موضوع في الـ18 تحديدا، مع بداية الدكتور محمد المشعان. دكتور، غوارديولا يقول أن بيلسا هو أقوى المدربين بوجهة نظره تحديدا، عدم وجود ألقاب لهذا المدرب، هل هي نقدر نقول أو معايير اختيار المدرب كأفضل مدرب نربطها بالألقاب ولا لا؟ أول شيء عبد الله خلينا نتكلم على مارسيلو في البداية. مارسيلو بيلسا له تأثير على أغلب المدربين الشباب. نبدأ من غوارديولا، بوتشيتينيو مدرب توتنهام، سام باولي مدرب إشبيليا، وكلهم مدربين ناجحين. مارسيلو بيلسا ينظر لكرة القدم بنظرة مختلفة تماماً عن كل المدربين. مارسيلو بيلسا في باله كرة قدم يحاول دائماً أن يترجمها في أقدام اللاعبين. أفكار الفنية دائما يحاول يضعها في كل فريق، في يونيفرسيداد، في منتخب تشيلي، في منتخب الأرجنتين، في بلباو، مارسيليا، وشاهدنا في كل مرة ينجح في تغيير اللاعبين وتغيير أسلوب اللعب. نظرة بيلسا لكرة القدم تختلف، بالتأكيد هو يطمح للألقاب، يطمح للنجاح، لكن نجاح بيلسا بالدرجة الأولى شخصيا هو يعتقد النجاح في ترجمة أفكاره بأقدام اللاعبين، وهذه أصعب، هذه أصعب من الفوز بالألقاب. بالنسبة للشق الثاني وهو نجاح المدرب بالألقاب، أنا أختلف تماماً، لأن أنا اليوم نادي مثل ريال مدريد يملك كل المقومات للفوز بالألقاب، لكن نادي مثل أتلتيكو بالباو لا يملك كل المقومات لتحقيق الألقاب. لذلك المدرب يعمل مع بالباو لتطوير كرة القدم، وبالتالي يطمح إلى الألقاب، لكن مو في السهولة، مو في السهولة. بإضافة إلى يجب أنك تأخذ بعين الاعتبار وأن كل نادي له ميزانية معينة، له بجت معين، وله طموح معين، وفي منافسة كبيرة. شخصيا شاهدت أكثر من 300 مباراة لمارسيلو بيلسا، وفي كل مباراة أشاهد أفكار قاعد تطبق حاليا. يعني الناس تتكلم على غوارديولا وفي ازدواجية التمركز في بوسكيتش مباراة ميلان في الشامبيونز ليج، غوارديولا مع برشلونة لما أشرك بوسكيتش كمدافع ويتحول للاعب ارتكاز. بيلسا عملها مع فيدال في منتخب تشيلي،
ففي كثير من الأمور حتى الثلاثة اللي تلعب الآن الثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة اللي الآن موجودة في الدوري الإنجليزي أحسن واحد لعبها بالنسبة لي أو أفضل لاعب مدرب طبقها هو مارسيلو بيلسا. أنا بالنسبة لي مارسيلو بيلسا هو أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم. ضم صوتك حق صوت غوارديولا دكتور. ننتقل حق أبو خالد كابتن عادل. لما نتكلم عن في الكويت وفي الخليج تحديدا شنو معيار اختيار المدربين وكفاءة المدرب؟ أول شيء فكر المدرب، وثاني شيء سيفي ماله. شو سيفي ماله؟ قاعد توخر عن الألقاب. لا طوني بقول لك أنا سيفي ماله شنو؟ الألقاب. أنت ما تقدر تعتمد على يعني الحين أنا بعطيك مثال. أنا أبي مدرب، ما أقدر أجيب مدرب أخوي عبد الله نقول هذا المدرب عنده فكر بس مثلا مو محظوظ، عنده فكر بس ما ينجح. لا أنت تبي بالنهاية تبي مدرب يحقق ألقاب. يعني في مدربين كثير حقوا ألقاب يمكن هما ما عندهم فكر كبير، يمكن الأدوات ساعدتهم، يمكن لاعبين ساعدوهم، يمكن اسم النادي قيمة النادي تساعد أوقات. أنا أعطيك مثال ريال مدريد، أنا معجب بزيدان ولكن لما مسك زيدان ما كان عنده تاريخ كمدرب، لكن في أدوات تساعده، في أدوات بالملعب لاعبين سوا عالي يساعدونك. لكن أنت تتكلم على مدرب يقولك أفضل مدرب بالعالم، طبعا أنا أحترم رأي الدكتور ولكن أنت ما تقدر تقول أفضل مدرب بالعالم بلسة في وجود عباقرة التدريب وعباقرة الإنجازات والبطولات. يعني بتقول لي مثلا مورينيو، بقول لك مع بورتو ما خذ الدوري البرتغالي، خذ ابطال اوروبا. بس غوارديولا هو اللي قايل هذا الشيء، وقال وجهه نظره. انا ايش اقول لك، انا احترم طبعا غوارديولا مدرب عالمي، ولكن غوارديولا الكلام اللي يقوله ما بقول لك مو صحيح، لكن هو معجب بلسا، هو معجب فيه، عنده هذا المدرب افضل مدرب، هذه وجهه نظره. لكن انت تقول لي قياسا لي، انا اقول لك بلسا مدرب، لكن لما يمسك منتخب الارجنتين يطلع من الدور الاول في كاس العالم، دور الاول مو دور 16. نعم بلسا عمل بتشيلي يعني نهضه كرويه، عمل ما قال الدكتور تيتكو بلباو، نعم تيتكو بلباو كان يقدم كره حديثه مع بلسا، كره جميله اصلا مع بلسا وكان له قيمته. ولكن عبد الله انت تقول لي افضل مدرب بالعالم، انا اقول لك بلسا من المدربين الجيدين، مدربين عندهم فكر، ولكن بعيد كل البعد عن ان يكون افضل مدرب، لانه بعيد عن الالقاب، عدم تحقيق الالقاب في هذا الموضوع. وروضان شو رايك بكلام ابو خالد في موضوع ان ارتباط معيار اختيار المدرب ونجاح المدرب بالالقاب؟ والله شوف الجزء منها بالالقاب، بس انت انا بلسا مدرب ذو كفاءه وعنده فكر كروي، بس انا صراحه يعني غوارديولا بالغ شويه يمكن او كان غوارديولا بيضرب مدرب ثاني او مجموعه مدربين ثانيين يعني نفس الكويت يعني. ايه كلها هي منظومه واحده يعني كره قدم. هذه اجابه غوارديولا بنظره كويتيه. ايه غوارديولا يبقى يعني، بس ما يصير انه يعني يهمش للمدربين العظام. ايه وبلسا اوكي، بس لما نجي عن طريق يقول لك ما حقق انجازات، ترى مو شرط الانجازات، يا ما عندنا مدربين هنا انجازاتهم تهبي وتدبي والفكر ما ميش. يعني احنا ننظر الى الفكر 50% من كلام الدكتور 50% من كلام. لا بس اعتبرني غوارديولا. لا بالوضوح عشان اوضح لك، انا قلت لك البدايه الفكر مهم. يعني احنا انا اعطيك عندنا بنات الكويت جبنا مدربين ما كان عندهم القاب بس عندهم فكر. اعطيك مثال على مارين، يعرف الدكتور لما احنا جبنا مارين ما عنده القاب لكن حقق الالقاب معانا. شخص عبد الله الفكر له دور، بس انت ما تقدر تقامر عندك مدربين حقوا ألقاب على مستوى عالي. أنا أقول لك النقاش أفضل مدرب بالعالم صعب. نعم. تدري عبد الله اسمح لي، تدري ليش غوارديولا اختار بلسا؟ لأنه هو أكثر مدرب يقدم أفكار بلسا هو غوارديولا، ونفس الشيء قالها بلسا. إذا معجب فيه قالها أنا أرى أفكاري في غوارديولا، هو أقرب مدرب من المدربين الشباب يطبقون أفكار غوارديولا، سواء بالبرسينج بالضغط العالي، سواء في تغيير مراكز اللاعبين. ممتاز. صالح على كلام بروضان، توقع بأوروبا عندهم كذي نفس المشاكل، أن مدرب يطعن أو يقول التصريح علشان يضرب بناس ثاني؟ لا هو مو إنه يضرب ناس ثاني، بس هو عشان يفضل مدرسة عن أخرى. يعني إذا هو مثلا غوارديولا لما يقول بلسا، فبلسا وغوارديولا بنفس المدرسة تقريبا، نفس طريقة اللعب، مع أن غوارديولا حقق ألقاب إلى ما لا نهاية وبلسا لا، بس يفضل مدرسته دائما. فأنا بمدح لنفسي. يعني مستحيل غوارديولا بيقول لك عن مدرب إيطالي والله انا اعتقد ان هذا المدرب افضل مدرب بالعالم، بعيد جدا عن طريقته. يعني مدربين الالمان على سبيل المثال ممكن حاليا اللي بدوا يتشابهون نوعا ما بطريقه اللعب، المانيا قبل تذكرون على الاطراف وعرضوا كره بالهيد،
حاليا تغيرت المدرسه الالمانيه صارت تقدم كره ممتعه جدا. فغوارديولا بعد انت بتصد شهد له غوارديولا يعني هو بلسه ممتع هو تفرق كل واحد يعني طالع كره القدم ليش نعم. في واحد يعني طالع كره القدم عشان يتمتع يعني مو علشان يفوز ولا ياخذ لقب ولا انه ولا متعت بالعرب الجهر امس كم مباراه يعني انت مباراه حلوه صراحه 3-2 وفيها اهداف بشكل عام فيها العب في فيها فيها لعبه عجبتك وايد مميزه شفتها بالمباراه كلها في اذا ناخذك بفلاش سريع كذي نذكرك يا بعض يلا لقطه عرباويه بنكهه برشلونيه خلينا نشوفها والله بعد تمريره من فيصل زايد هي الكره تقريبا الوحيده كرة ملعوبة إلى المساوي المساوي راح المساوي مر قرب المسافات الخبر الثاني او اللقطه الثانيه عفوا نقدر نقول جمله تكتيكيه مميزه كانت للنادي العربي امس مباراته مع الجهره وهذا يفتح لي سؤال قد يكون هناك جمل تكتيكيه بين اللاعبين ام هي تمرينات خاصه في المدرب دكتور شوف 70% من المباراه هي انعكاس للحصص التدريبيه خلال الاسبوع انا اليوم لما العب مباراه الوضعيات السيتويشن اللي موجوده في المباراه هي انعكاس اللي قاعد تعمله في طبعا في متغيرات لان الخصم انت ما تعلم الخصم شنو محضر لك ممكن يفاجئك وانت كذلك لازم يكون عندك تجهيز لسيناريو الخصم لما نادي الكويت اليوم يتدرب طول الوقت على وضعيه معينه دفاعيه انا لازم احضر لها وممكن هو يغير مثل ما هو يعمل ويحاول يغير لكن انا اقول لك يجب انك تاخذ بعين الاعتبار ان النتيجه هني 2-0 ونوعا ما الجهره متراخي في اخطاء كثيره بالتمركز لكن الاهم الجديد في العربي الجديد وهذا اهم شيء في كره القدم ان الفريق يكون كومباكت والفريق يكون قريب شوف العربي هنا دائما عنده زياده عاديه في التلفزيون على الاقل في اللقطه في الانجل اللي عندنا العربي دائما عنده خيار تمرير اضافي وعلى طول الترانزيشن المهم لاعب الظهير الايمن اللي اعتقد هو محمد الفرح في هذه اللقطه على طول اول ما انتقلت الكره لكيتا تحول المراكز الهجوميه وهنا اقول لك هذه الامور تحصل في التمارين تتكرر دائما تعطي واجبات في التمرير تكلم كيتا اول ما يستلم كيتا وكيتا ما يكون عليه ضغط محمد الفراح يطلع الباك اليمين يطلع ما طلع الباك اليسار طلع الباك اليمين لان اتجاه التمرير وزاويه الرؤيه بالنسبه حكيته هي اليمين فانا اقول لك هذه اللقطات تتكرر في التمرين والاهم قرب اللاعبين من بعض شوف المسافه ما بين الارتكاز والمهاجم وما بين قلب الدفاع والمهاجم الفريق قاعد يلعب تقريبا ب 30 متر ومتى ما كنت انت قريب من بعض تسهل عليك خيارات التمرير وتسهل عليك تطبيق اي جمله تكتيكيه ممتاز ننتقل كابتن عايد تكلمنا عن هذه الجمله هذه وفي جملة غيرها كانت مع كاظمة سبقاً عرضتها أني في الرأي اللي 12 باص تقريباً اللي ضيعها آخر شيء اللي أعتقد بدر طارق بدر طارق بدر طارق اللي مع كاظمة مع كاظمة وهذا اليوم هم ضيعها المسوي كنا حاسبينها بالعدد والدقيقة 79 أنا أعزي أوزع أن هذه الاجتهادات لاعبين وخاصة بوجود كيتا في اللقطتين ترى كيتا كان موجود ولو كان العربي يلعب بالأسلوب هذا كان الدوري حاطه هنا بالمخبة وماشي صراحة إذا العربي بيلعب بهالطريقة هذه كل مباراة وكل هالجمل هذه التكتيكية الموجودة مدربين عليها في التمارين هالعربي صار برشلونة مو 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 بس قاعد تقول عن جملتين كانت المدرب واحد المدرب واحد وبوجود كيتا كيتا هو البالانس هو ايش ما قلت المدرب عمل التوازن ما اعتقد ان لاعب العربي كيتا اذا كيتا موجود مصلحه المدرب عاديه يعني. ادري انك انا لان بتشوف العربي انت يعني برضار شخص الحين مثلا الحين خلينا نقول زي ده بدع ريال مدريد يقول في وجود رونالدو رونالدو لاعب ريال مدريد اما الجمل هذه وجود كيتا هذا يعطي شيء زين للمدرب ما له شغل يا ادري بس انه مو نتاج مدرب صراحه اللي قاعد اشوفه لان العرب احنا شايفين طريقه لعبه وهذا بس هذه اجتهادات لاعبين وتفوقوا فيها بس لو العرب يلعب بهالطريقه هذه كل مباراه كان الدوري خالد قول لي رايك وفي شغله اخوي عبد الله انت سالت ابو جاسم ابو جاسم عرباوي عن الهجمه
أنا تابعت المباراة ما كنت أذكر الهجمة هذه لسبب. شوف دائما المهاجم هو المهاجم اللي يخلي اللي هو المهاجم اللي يخلص لك لا يكون له فضل على صانع الألعاب. هذا باص عالمي. لو المسوي حط الجول كان كل الكويت تكلم عن عن الجول. لو قايل أنت الجملة التكتيكية بيقولك إيه صح جول مسوي. لكن الهجمة دائما المهاجم أوقات خلينا نقول يرز صانع الألعاب وأوقات يخذل صانع الألعاب. أيضا صانع الألعاب من غير وجود مهاجم ماكو صانع ألعاب. يعني أنا دائما أقول دائما أقول أي بلاي ميكر الفضل للمهاجم عليه. مهاجم لو ما يتحرك مهاجم لو ما يقطع لو ما يطلب الكرة شو بيسوي فيها بلاي ميكر؟ هني هذه قيمة حسين الموسوي. شوف حسين الموسوي وين كان. شوف الجملة التكتيكية ممتازة. شوف كيتا طقة قراب عند بعض. شوف الموسوي شوف الموسوي شوف شوف لو الموسوي واقف واقف مثلا بيلعب وياه وانتو مثلا اخوي عبد الله لو الموسوي مثلا نازل له يقول عطني الكرة أول ما استلمها السليمي موسوي يعرف ان السليمي لاعب يلعب باص مو السليمي يلعب حق والله طقة طقة طقة. حتى محمد فريح ثق بالله لو كانت الكرة عند لاعب غير السليمي محمد فريح ما فتح لأن يمكن تقطع. السليمي لاعب مميز بالباصات وحسين الموسوي بالبداية طلبنا في انه يلعب. حسين الموسوي من أفضل لاعبين بالعربي ولكن على اللاعب انه يلعب باستمرار تلعب مباراة قطع مباراة تلعب مباراة قطع مباراة يختلف وضعه. عادل انت صانع العاب اسمح لي عبد الله انت كان صانع العاب خل نشوف اللقطة هذه مرة ثانية. أول شيء بس رد على كلام عايد بغضان أنت ما تقدر تلعب بالأسلوب هذا على طول. جزء من كرة القدم الكرة الهجومية والتحولات في أمور دفاعية يعني صعب إحنا نقول العربي إذا ممكن نوقف اللقطة هني. كاجتهادات شخصية دكتور. لا حتى التمركز. لا ما أكلمك على اجتهادات شخصية أكلمك على أن العربي ممكن يلعب في الأسلوب هذا كنهج اللي يستعتمد على الاستحواذ لكن أنت يجب إنك تنظر للأمور الدفاعية كيف تفتك الكرة. لكن لقطة على عادل لأن عادل كان صانع ألعاب. أنا بالنسبة لي الموهبة تنفيذ الأفكار عادل أنت تفكر وتنفذ لكن الأهم أنا بالنسبة لي الموهبة اللي يفرق عادل عني أنا كلاعب شلون أنت طالع الملعب الفيجن مالتك. شوف السليمي هني باللقطة هذه ارجع إذا ممكن شاف الملعب شاف تحرك الموسوي شاف الموسوي كمل اللقطة شاف الموسوي قبل ما يستلم الكرة لأن لما استلم الكرة كان رأسه تحت ما شاف الموسوي خلاص هني شاف الموسوي هو شاف الموسوي انه على خط واحد مع المهاجم خلاص خذ القرار استلم بدون ما يشوف الموسوي على طول لعب في 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 تسارع صح بالحدث صح. اللاعب انا اهم شيء عندي في كرة القدم وانا اقول لك هذا جانب في تقصير في التدريبات عادل جانب الفيجن والرؤيه يجب انك تعلم اللاعب وين يشاهد لان اللي يشوفه راح يبني عليه قراره اذا ما شاف قراره راح يتعطل وهذه ترى مشكله كبيره في الكره الكويتيه عندنا دائما تعطيل في القرار دائما تعطيل وتاخير والسبب الاساسي الفيجن وتروح الفيجن لا تروح على الكره بس عبد الله يا دكتور اوقات المهاجم يوهقك شوف الكلام تفضلت فيه كله 100% اوقات المهاجم يوهقك يعني انت الحين مثل السليمي حتى خلينا نقول لعب باص عالمي انا اشوف باص عالمي باص خلف المدافع قال للسليمي بس خذها خطوه وقولها لكن لكن لو السليمي مثلا اول ما لعب الباص خلينا نقول موسوي ركض غلط ركض مثلا ويا المدافع ياخذها المدافع الثاني او المهاجم صدقني المهاجم هو له فضل على اللاعب صالح ابي اسالك كونك انت عرباوي شاهدت هذه الجمله التكتيكيه من العربي هل انت قاعد تشوف في تغيير من ناحيه الباصات اللي صارت في العربي مع المدرب قاعد تشوف انه في اجتهادات من المدرب نفسه لا بصراحه يعني الامر انا بالنسبه لي مو قصه اجتهاد على منو يلعب هي منو يلعب ومنو راح يكون راس حربه وهل في احد تحته ولا لا يعني انت اذا قاعد السليمي هذه اول لعبه يلعبها كذي من بدايه الدوري اول لعبه يلعبها تخيل كان علي مقصيد مكانه علي مقصيد ما عنده قدره السليمي بالباص العالمي هذا يعني والسليمي انا متاكد عنده افضل ممكن بس مو بهالطريقه هذه انا متاكد ان السليمي اذا مخالد تقول هذا باص عالمي كل مباراه يلعب نفس الباص هو لاعب بلاي ميكر السليمي اول ما لعب دز باص ايضا لحسين الموسوي وعلى نادي النصر بطريقه اجمل من هذه يعني عنده خيال رهيب في عملية التمرير كاس الأمير فأنا أتكلم مو بس هني حتى عملية إذا كان في رأس حربة وفي حدرة لاعب يختلف طريقة العربي تختلف هذا اللاعب قدر ينزل يعني عزيز سليم أنت تلاحظ كان بنص الملعب رجع مرة ثانية استلم الكرة لف دزها على طول شوف وعنده خيالينها كان يقدر يدزها على اليمين وكان يقدر يدزها حق المسوي وفعلا دزها حق المسوي يمكن هم عاد متفقين عليها ايا كان يعني كطريقه لعب بس انا اكلمك هو العناصر وطريقه الخطه هي اللي تحكم فاذا المدرب كل مره قاعد نلاحظ احنا قاعدين يلعبون على الاطراف كان يلعب محمد فريح وراء عمر الصانع محمد فريح يلعب على الطرف وبدر طارق على طرف وقدامهم انت يا الشرميطي علي مقصيد وكيتا وواحد ثاني
ما كانت هذه الامور تحصل بالتمريره نفس مالت ابو خالد قبل، احسن واحد يزرقها بسرعه فعلا. هذا التمريره القصيره اللي هي ما تدري هي قصيره ولا هي طويله، وين راح يدزها ما تدري. محمد فريح اللي قاعد يسوي دور كبير صراحه. محمد فريح انا ودي اوجه له رساله، احنا قاعد نسوي شيء جبار. نسكر موضوع بس ما يرجع، ارجع يا محمد. انا خلي واحد يقوم خاصه في درجه 18 عموما. مشاكل واحداث، ما ابي اقول مشاكل، ابي اقول احداث القادسيه بعد الفاصل. رجعنا وياكم بعد الفاصل. قبل أن نبلش محور وحديثنا عن نادي القادسية إدارة وأيضا الأمور الفنية وخساراتهم أمس في الدوري، نشكر محلل أسامة بيحي دائما اللي زودنا بلقطة العربي، وأيضا دائما يزودنا في آخر المسجزات واللقطات الخاصة في أمور تحليلية. شكرا لك أخوي أسامة، وما نستغني إن شاء الله في الحلقات القادمة. نرجع ويا بعض ونفتح ملف وموضوع أحداث القادسية، تحديدا خسارتهم أمس 2-1 من الصليبخات، تكلمنا عنها، لكن اليوم لنا نظرة أخرى خصوصا بآخر المسجدات والأبديت الخاص في أحداث القادسية. دكتور محمد، إذا أبي أتكلم بعيدا عن المشاكل في مجلس الإدارة، فنيا كعناصر نادي القادسية وعناصر الصليبخات، هل القادسية خسر من الصليبخات؟ أنا بالنسبة لي مو مفاجأة الخسارة، مو مفاجأة. ليش؟ لأن القادسية من بداية الموسم هو يعاني، القادسية والساحل 1-0 في الوقت اللي كانت المواسم السابقة القادسية الساحل فحيل صليبخات مع كل احترام لهم الغير منافسين 5-4 ونطالع. القادسية والنصر خسارة 1-0، القادسية والشباب فوز غير مقنع 2-1، القادسية وفحيل 2-0. فأنا أقول لك القادسية من بداية الموسم هو مستوى مو ثابت، ومن النصر بعد. لكن شو اللي صار؟ أنا أقول لك شو اللي صار. أنا قلت كلمة الحلقة اللي طافت إن مجلس إدارة نادي القادسية تعود على الفوز بمجهود اللاعبين، تعود ان احنا ما نجهز للامور، ما ناتي بمحترفين على مستوى عالي. هذه المشكله انتقلت للجهاز الفني. انا اليوم لما ما احضر فريقي للسيناريو اللي ممكن يحصل، لما ما اجهز فريقي فنيا لخروج فهد الانصاري، لخروج احمد ظفيره حتى ولو كان غير متوقع، انا اليوم يجب اني احضر فريقي عادل انه يكون احمد الظفيره مو بيومه او موقوف. لازم يكون عندي بلان بي، لازم يكون عندي تحضير ان الكويت اليوم افضل مني، ممكن يصعد علي ويضغط علي، انا اعتمد على المرتده. لا يمكن اني العب باسلوب واحد على مدى سنتين من الموسم السابق. فانا اقول لك القادسيه فنيا انهار بعد رحيل فهد الانصاري، كان ممكن يمشي اموره مع احمد الظفيري لان الوحيد اللي قادر يستحوذ على الكره مع صالح الشيخ ورضا هاني. لكن شو اللي حصل؟ اللي حصل انه بعد رحيل احمد الظفيري رضا هاني وصالح الشيخ هبوط في المستوى، لكن مبرر لان الصغار على نفس الاسلوب بدون تواجد الادوات اللي تنفذ هذا الاسلوب. فانا اقول لك الجهاز الفني يتحمل جزء كبير، يتحمل جزء كبير انه ما حضر اللاعبين لاسلوب مختلف او لبلان بي. ممتاز دكتور، كلامك على متمه، لكن معنا مداخله في البرنامج ونستغل هذه الفرصه من خلال البرنامج. معنا كابتن سعود ابو حمد، رئيس جهاز الكره كره القدم في نادي القادسيه. حياك الله ويانا كابتن سعود. الله يحييك ويبجيك، يعطيك العافيه. في البدايه نبي نستغل اتصالك هذا من خلال برنامج 18 ونتكلم عن خطوه استعانه نادي القادسيه بعدد من اللاعبين تحت 19 سنه. لا لا لا، اول شيء وضح الموقف. انا ما اتصلت تليفون، انت اتصلت فيني عشان يشرفنا يا اخوي سعود. اي عشان لا يقول مداخله، لا انت اتصلتوا فيني وسالتوا اسئله عشان المشاهد يعرف والمستمع يسمع. كابتن سعود حاضر ولا يهمك، احنا اللي اتصلنا ويشرفنا اتصالك. اي كنيه ابو فهد يا ابو عبد الله. ويا ابو فهد يشرفنا اتصالك وحياك الله، احنا اللي اتصلنا لو مو مره مرتين وثلاث. لا يزيدني شرف، بس عشان الناس تعرف، عشان يقول سعود سوى مداخله. حياك الاهم المشاهد يستفيد، تفضل. امر شنو سؤالك؟ انا حاضر. يسلمك. خطوه الاستعانه بلاعبين 19 سنه. والله انا الغرار اتخذته قبل اول ما استلمت الفريق. ثاني يوم شفت الوضع مو صحي، ان نعاني من غيابات كثيره. يعني شفت سالت المدرب قال لي احنا من اكثر من شهرين ثلاث اشهر انا ما عندي غير 11 لاعب يتدربون معي. وين اللاعبين؟
اغلب المصابات وكذا يعني ما شفت مبرر. طبعا ما عندي غير حل انه يدفع 19. من الغيابات هذه ابو فهد؟ ما اقدر اسمي اسماء لان انا اساس النص اللاعبين انا شخصيا ما اعرف. انا جيت للفريق مغيب يعني انا استلمت في وضع طالئ. الاداره كلفتني في استلام الفريق اساس النص اللاعبين انا اسمائهم ما اعرفها للامانه عشان اكون واضح معاكم. لا عندي تحفظ على احد لكن شفت ال 11 لاعب فاستعنت في 4-5 لاعبين من تحت 19 على الاقل عشان يتمرنون معنا. وبعدين طلبت ان الفريق كله يتدرب عندي من بعد المباراه. هذا كان رايي الشخصي. سالت عن مساعد مدرب قال ما في مساعد مدرب. قلت معقوله؟ فاستعنت في الاخ طارق الحريفي يكون مساعد مدرب ومعه احمد بلوشي. طيب بلوشي احمد بلوشي. فهد تكلمنا عن اسماء اللي استعنت فيهم كلاعبين. خذنا اول اسماء خذنا برايتي وخذنا علي مروي هذا طبعا خذناه عشان مباراه عزيز مروي خذناه عشان المباراه فقط قبل المباراه اللي صارت امس مع صليبي خالد. نعم بعد للامانه حتى الاسماء ما اعرفهم لكن انا استعنت في الاخ رفاعي وكذا ابي اربع اسماء انت تشوفونها يعني اللي يستحقون مع الفريق. نعم رشح لي اربع اسماء. نعم نقطة أخرى نبي نوضحها في تغريدة خاصة للاعب والكابتن مساعد ندى في بعد تغريدته، شنو الإجراء اللي راح تتخذونه إن شاء الله؟ والله هذا الشيء راجع للإدارة أنا كل الناس وكل شافت التغريدة ويعني يفترض احنا كلنا أساس لاعبين سابقين. اللاعب دائما نعرف لازم اللاعب للملعب فقط. اللاعب ما ينتقد لا إدارة ولا إدارة فريق ولا إدارة نادي، اللاعب للملعب. يبون سعود يبون عبد الله يبون اللاعب يلعب حق النادي وليس اشخاص. نعم انا تفاجأت ان مساعد غاب عن المباراه. سألت ليش ما حد عنده سبب. بعدين سمعت بالليل انه سوى تغريده وطلب كلام غريب يبي النادي الناس المخلصين. فقلت خلي يقول من الاسماء من الاشخاص المخلصين للنادي يعني انا تربيت في النادي ابن عمري 6 سنين يعني يقصد منه خلي يسمي اسماء يقول والله نبي رجال مخلصين للنادي بس. هذا ودي اعرف منه شخصيا يقول الاسماء او الرجال المخلصين للنادي اذا احنا مو مخلصين احنا نوخر غيرنا ما عندنا نادي باغي الاشخاص دايرين اي انسان سعود عبد الله جاسم اي واحد يمشي لكن الاشخاص ما حد يلعب انا ما عندي واحد يلعب لشخص معين اللي يلعب للنادي اهلا وسهلا اللي يلعب لشخص ما يشوف شر. ابو فهد الحقان استقال؟ هم شافوا الوضع امس مو صحي يعني صار يعني نوع من يعني هذا شيء على قوة روتيني ان الجهاز الاداري الاخ عبد الله الحقان والاخ شاكر والاخ زياد الشرطي قالوا احنا بنقدم استقالتنا وكذا. قلت لهم تريثوا شوي تونا انا مستلم وكذا. قالوا احنا بنقدم استقالتنا وانت شوف اللي تشوفه صح. فطبعا انا رافض استقالتهم وجدت الثقه فيهم. هذا ناس يحبون النادي وعارف ان عبد الله الحقان انا كنت مديره سابقا من 85 ولد محترم يحب اللعبه صار 10 سنين ماسك وياب انجازات ما حد يابها حتى احنا ما جبنا انجازات اللي يابها عبد الله الحقان. ابو فهد وياك كابتن عايد الروضان والله صار في نعم مرات هلا ابو فهد الله يعزك على عايد شلونك يعطيك العافيه ابو فهد فاقدينك عايد والله ما تفقد عزيز نفس اللي صاير لك صاير لي انا حبيب قلبي انا صراحه حبيت اهنيك على الخطوه الجريئه اللي قمت فيها الله يسلمك للحفاظ على هذا الكيان العظيم كيان نادي القادسيه الله يعزك الله يعزك وانت قادر على انك تبني فريق جديد ويجب اتخاذ مواقف من اي واحد يحاول ان يعرقل مسيره القادسيه الملكي صراحه الله يعزك اي والله احنا نشد على ايدك ومنها للاعلى ان شاء الله ونشوف على ايدك ان القادسيه غير والقادسيه يعود الى 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 المنافسه والى المنصات الله يحفظك تعرف 19 يعني عدد اللاعبين بالضبط انا ما اعرفه فضلت الجميع هذا المدرب هني مساعد المدرب يشوفون الاصلح للفريق يضبونه معهم ما عندي مشكله ان الفريق يتمرن مع بعض يشوفون الاصلح ويكون على الاقل مثل الرديف يعني حق يعني مو اغلالا من احد قصدي يعني لا يفكر احد ان انا 19 عشان اشيل ابدا لن اتدخل في تشكيله المدرب. ابو فهد هل صحيح انك صرحت انك انت ما اجتمعت مع محمد بنيان؟ نعم
انت صرحت، هل صحيح انك صرحت انك انت ما صار في اي اجتماع بينك وبين محمد بنيان؟ ما بداني والله العظيم ما بداني اجتماع معاه محمد بنيان، اخ عزيز وصديق، يعني هو مقدم استقالته الساعه 2 قبل ما اجتمع معه الساعه 6. يعني مقدم استقالته بقرارات المجلس طلعت الساعه 2 الظهر قبل ما انا اجتمع معه. ما يعنديني يعني ما كانت الاستقاله مسببه ابو فهد؟ شنو سبب الاستقاله؟ شنو سبب الاستقاله؟ ما ادري، انا ما اعرف. أنا اللي عارفه أن يقول تقليص دوره بعد صلاحياته، وانت ما اجتمعت وياه يعني. انا ما اجتمعت يعني، انا ما اعرف شخص يعني. نعم. ما اعرف شنو الشخص يعني يقول اجتمع صار في صوت عشان اشيلها. يعني احنا 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 ابو فهد بس شوف حبيبي، شوف لازم تعرف شيء واحد، لازم تعرف شيء واحد. انا اول يوم استلمت، اول نص ساعه استلمت جددت ثقتي في الجهاز الاداري. نعم. هذا سكر الموضوع. صح. هذا سكر الموضوع، يعني مستحيل ان اي ثاني يوم واشيل صلاحيات. ليش؟ شنو صلاحيات شلتها يعني؟ ما نعرف شنو صلاحيات، وشنو اساسا شنو صلاحيات موجوده شنو؟ بو فهد في شيء غريب، انت كنت تنتقد المدرب وبعدين جددت الثقه فيه. يعني انت جاي وين تنتقم؟ انت وين تنتقم؟ انا كنت انتقده وانا مشاهد. نعم. والوقت ما يسمح اصلا. نعم. ما عندك وقت بعد شهرين ونص. انت تشيل المدرب يعني اطلع بطل شفت المدرب خسرت، شو اسوي؟ خسرت شلون؟ يعني شوف شغله اول شيء، انا ما شفت شغله قبل، يقولوا لي زين وزين. الناس لاعبين مو مقتنعين، الجماهير مو مقتنعه. صح لو اشيلها مثلا يقولون او تراصات في كذا مره. ابو فهد احسن المدربين بالعالم انشالوا. والبديل منو؟ ابو فهد معاك كابتن محمد الصالح، هم عنده بعد سؤال وياك على عزيز وغالي، عزيز وغالي. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ابو فهد. الله يعزك يا حبيبي. يا هلا ومرحبا، الله يسلمك ابو فهد. انت تقول انه ما اجتمعت مع محمد بنيان، في ظل ان محمد بنيان مصرح انه صار في نعم اجتماع معاك، وايضا حتى انه صار في صوت عالي بينك وبينه وعدم تفاهم. وزائد انت انا اقول لك شنو وانت اجاوبني تالي. ما وردنا انه انت مانع من الظهور في التلفزيون على سبيل المثال، وغير هذا مثل ما قلت لك ان محمد بنيان نفسه قال انه في اجتماع معاك وصار في صوت عالي بينك وبينه، انت تقول ما اجتمعت معه. شوف حبيب قلبي، ما كل ما يعرف يقال. يعني ما اقدر، في خبايا امور ما اقدر اطلعها، ومحمد بنيان مو موجود. يعني هو يعني انا اذا لو محمد بنيان قدامي وقاعد معي اقول لك افتح صفحه واقول لك شنو دار بيني وبينه. ما يصير اتكلم على نور محمد بخير موجود. يظل صديق واحترمه واعزه مهما كان. انا ترى سني وفايت كذي، صار في اجتماع كذي على كلامك حبيب قلبي. قلت لك صار اجتماع، ومقدم استقالته قبل ما نجتمع. مقدم استقالته قبل ما نجتمع، يعني كانت لنية الاستقالة. فأنا قلت أنت مدام مقدم استقالتك شو تجتمع معاي؟ نعم. زين يعني صالح يعني عندك. طيب هو صح أنت مانع من التلفزيون؟ نعم. هل أنت مانع من التلفزيون؟ قلت لك ما كل ما يعرف يقال. الحين دام شخص قدم استقالته أمنع ولا ما أمنع؟ فهد ما جاوبنا على ولا شيء. ما قلت ولا شيء بالمقابل. محمد بنيان قال انا قاعد اقول لك هذا هو قد شخص مقدم استقالته، شلون اقعد معاه شخص مقدم استقالته؟ يعني صار حالي على قولتهم الصوت العالي. شو الصوت العالي؟ انا انتقدت بوضع معين ما اقدر اقوله يا ابن الحلال، ما اقدر اقوله. لا تحرج. لو محمد قدامي قلت لك. واضحه يا ابو فهد، واضحه. نعم ابو فهد. اخر سؤال يا ابو فهد. انا قاعد اقول لك محمد لا زلت صديق احترمه وقدره. نعم. طيب ابو فهد، شو اللي اثناك عن استقالتك انت؟ يعني انت كنت مستقيل مجلس الاداره عدل؟ نعم. شو اللي اثناك عن استقالتك؟ هل عشان اعطوك المنصب مال كره القدم رديت عادي ما في مشكله؟ هل امور انت كنت مستقيل لامور في مجلس الاداره؟ هل هذه الامور في مجلس الاداره انحلت مثلا او تعدلت علشان انت ترجع؟ انا مجرد سؤال، انا ما لي علاقه الحين، قاعد اسمع. خلنا نسمع. اقول لك ما عندي شيء شخص لي. اقول لك انا مقدم استقالتي نعم، لكن لما الرئيس يطلب منك الاعضاء قال يا فهد عشان خاطرنا احنا بعدنا شهرين. طبعا احنا اساسا احنا منتهيه اصلا مدتنا. جددونا شهرين، فقال لك باقي شهرين كمل معنا هالشهرين عشان خاطرنا احنا دام التعاون نفتح صفحه جديده. ترضى ولا ما ترضى؟ اسال عايد، اسال الرياضيين، ترضى تقبل ولا ما تقبل؟ طبعا لما يقبل منك رئيس النادي يطلب منك انك تستمر معاهم، استمريت. نعم. صار النقاش، بعدين تفاجات ان الشيخ خالد قال انا راح اعتذر من رئاسه اداره جهاز الكره. احنا طبعا هي انا سلمت. كنت اقول على طول ارشح محمد البناي محل الشيخ خالد. الشيخ خالد قال يبي
عضو مجلس الإدارة يستلم الفريق. ممتاز. قلت أنا رشح محمد بلال لأنه هو أقرب واحد. قال لا 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 أنا ما أبي ما أبي. قلنا عشان يقول لا أنا ما أعرف فيك. يعني مو أنا اللي قلت الجماعة طبعًا إحنا قلنا. مفيد رضا معرفي. إيه طلبنا يا محمد بلال يا رضا معرفي يستلم الفريق. رضا قبل ولا لا؟ رفض. قال ما في خيار إلا أنت تستلم جهاز الكرة. شو أسوي؟ أنا حاش بعد. لا. ماشي ابو فهد شكرا على سعد صدرك ابو فهد. اخر سؤال بعد خساره القادسيه اجتمعت باللاعبين امس؟ ما لا اعطيت مجال اعطينا مجال يومين يوم الاحد ان شاء الله الاجتماع القادم مع الفريق. ماشي ان شاء الله. يعطيك العافيه كابتن سعود ابو حمد على هذه المداخله الهاتف او احنا متصلين عليك عفوا علشان وتوضيح بعض الامور. شكرا يا ابو فهد على سعد صدرك يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا كابتن سعود ابو حمد رئيس جهاز الكره في نادي القادسيه. نرجع ابو خالد وياك نتكلم عن خطوه تعيين او الاستعانه بلاعبين ال19 في نادي القادسيه. شلون تشوف هذه الخطوه اداريا فنيا؟ بالعكس يعني هذه خطوه ايجابيه. احنا سويناها في الموسم قبل الماضي بطلال جازع واحمد حزام ويوسف الخبيزي وحسين حربي ومعاذ ثلاثه منهم كانوا اساسيين اساسيين وكلام بو فهد كلام سليم. البقال الافضل هو صعود اللاعبين 19 ليس صعودهم حتى يقول الكبار واخره ولا هذا الاضافه. يعني احنا لما صعدنا لاعبين 19 اخوي عبد الله ما شنا ولا لاعب من الفريق الاول. هي تنافس تعطي طال عمرك انطباع ان في صغار زينين شدوا حيلكم البقال الافضل. وهذا بالعكس فكره ايجابيه 100%. لكن انا اقول لك اخوي عبد الله انا هذا رايي ورايي ما اقصد فيه اي شخص ولا أبي أسوي فيها أي مشكلة. سعود أبو حمد هو لاعب سابق نجم في المنتخب والقادسية وهو عضو مجلس الإدارة إنه يمسك رئيس جهاز الكرة هذا حق مشروع نادي القادسية حق مشروع. لكن أنا في وجهة نظري أعتقد أن محمد بن أيان وعبد الله الحقان وشاكر الشطي وهما مكسب كبير لنادي القادسية. عدم وجودهم أنا أعتقد هذا رأيي أعتقد أنه بيكون خسارة لنادي القادسية. أتمنى أتكلم كمحلل ما أتكلم كإداري في نادي الكويت. أتمنى أن الأخ أبو فهد يجتمع بمحمد بن أيان والحقان وشاكر حتى يعودون وبالذات وبالأخص محمد بن أيان لابد يعود للفريق لأن بكل أمانة محمد بن أيان مكسب لأي فريق. خلاص شلون الريال صاير بينهم صراخ؟ لا يعني أبو جاسم يعني هو ما صار اجتماع رسمي نعم لكن هذا كلام محمد بن أيان. صح كلامك سليم يعني يعني العفو شلون أنا شخص بعدين أنا هم عندي تحفظ يعني كابتن سعود أبو حمد عضو مجلس إدارة كان ماسك فريق كرة اليد بنادي القادسية سنتين ما في كرة يد بنادي القادسية. لا مو هو كان بكر أيامه البكر مدير الفريق هو كعضو مجلس إدارة تبي نتكلم بكل أمانة عضو مجلس فهد إدارة البكر فهد البكر من المدراء الناجحين رجل يدفع من جيبه الخاص أنا والله ما لي علاقة فيه ولكن رجل يدفع من جيبه الخاص. الآن اللاعب أحمد الزنكي اللي موجود نتمنى السلامة يرجع من برشلونة أحمد مو علي الأخ فهد البكر متبرع بنص المبلغ وهذا شيء يشكر عليه وهو خارج النادي. لكن انا اقول لك اخوي محمد انا ما اقصد على ابو فهد انا اقصد كاسم كسعود ابو حمد كعضو مجلس اداره حق مشروع نادي القادسيه حق مشروع. لكن انا هذا رايي واتمنى من اخوي ابو فهد تبي يعود المياه المجاريه الكل يبيها تعود المياه المجاريه يكون محمد بن ايان عبد الله الحقان شاكر الشطي لهم دور اداري كبير بالفريق. وعندك مشاكل ماليه تقدر تحلها الان يعني ما محترفين اخوي عبد الله تقول والله مبالغ كبيره محترف الان في مبالغ ماليه عاديه رجال نادي القادسيه قادرين على السد. دكتور محمد المشعان امس كان في تغريده تكلمنا عنها صار في تصريح بعد هذه التغريده من اللاعب كابتن مساعد ندى. هل هذه التغريده نقدر نقول انها هي تخلي ولا احتجاج على فريق؟ تخلي ولا احتجاج. أول شيء لازم نفكر باللي أجبر مساعد على الكلام اللي قاله أو على التصريح. طبعاً خلينا نقول بس مساعد شخصياً وأنا على قرب من مساعد. الموسم اللي قدمه هذا مساعد واحد من أفضل المواسم. التزامه في التمرين أنا أقول لك يمكن يكون هو أكثر لاعب التزاماً مع أخوان اللاعبين. لكن هو بالنسبة لي وأنا أحضر تمارين الأندية وأشوف مساعد هذا الموسم ملتزم في كل التمارين وحاضر دائماً. وايضا مساعد في الثلاث سنوات الاخيره تغير وتكلمت انا معه وقعدت معه واعرف طموح مساعد ندى. مساعد ندى يطمح للاستمرار وحتى الاحتراف اذا ما سمحت الفرصه فغير كثير من حياته الشخصيه من اموره من طريقته في التمرين. مساعد نشوفه في المباريات الكبيره هو اكثر لاعب متحفز اكثر لاعب هو
قائد للمجموعة، لكن الحال اللي وصل فيه نادي القادسية أجبر مساعد على هذا الكلام. لكن أنا كمدرب ما أشجع على الانقطاع عن التمارين. أنت كلاعب وأنا أقول لك شو اللي ممكن يحقق مساعد في غيابه عن التمارين؟ هل القادسية راح يكسب؟ منو اللي راح يكسب في هذا الصراع؟ الخسران هو نادي القادسية. مساعد نده هو قائد لنادي القادسية. طبعا مع صالح الشيخ لكن أقول لك مساعد قائد للاعبين الشباب. لذلك أنا نصيحتي لمساعد الأمور تنحل في النادي، الأمور ما تنحل من البيت أو من الانقطاع عن التمارين. الوحيد اللي متضرر من هذا الغياب أو خلينا نقول نادي القادسية متضرر ومساعد شخصيا، اللي وإن زاد وتقدم في العمر أنا رأيي الشخصي أنه ما زال مساعد يملك العمر وقادر على الاحتراف أو حتى تمثيل المنتخب الوطني إذا عاد إن شاء الله نشاط رياضي. أنا ممكن أتداخل هالمداخلة عبد الله على نفس السؤال راد لك على نفس الموضوع. صالح إذا بتكلم عن تغريدة مساعد ندى على نفس السؤال، هل هو تخلي ولا احتجاج مشروع لهذا اللاعب؟ طبعا مو مشروع، يعني مهما كان اللاعب أنت مكانك الملعب، هذا أولا. زائد أن أنت الأمور هذه من يرجع من يصير هذا أمر مجلس إدارة يختارون الناس أعضاء الجمعية العمومية. أنت قبلت أنك تكون لاعب في نادي معين، أنا مساعد بالنسبة لي أفضل قائد داخل الملعب. مساعد أعشق لعب، أعشق روحه، أعشق طريقته بالملعب، أعشق الهمة اللي هو دائما فيها يعني. وأعتقد أن أنا هذه مساعد طلعت منه مشتط زيادة، لأنه هو مو راضي، أكيد مبين أنه مو راضي، لكن غلط غلط كبير. ما يصير أنت كلاعب تقول هذا الكلام، حسين انت ما تختار منو يرجع منو ينحط منو ينشال. حسين صار لك اسبوع مو رايح تمرين. مساعد انت قائد، انت مو اي لاعب، انت مساعد ندى، اسم رنان. مساعد ندى، مساعد ندى، انا اتكلم مساعد ندى اللي كان يفكنا حتى بالمنتخب. مساعد ندى اللاعب الذباح اللي من الدفاع يركض للهجوم عشان يقول يفوز فريقه. مساعد ندى اللاعب اللي صعب انك تتخلص منه كمدافع. مساعد ندى اللي يوجه دائما داخل الملعب. مساعد تطلع منك هذه غريبه صراحه، غريبه جدا غريبه. مساعد دائما انت مسيطر المفروض، وانت اللي مسيطر على ربعك وانت اللي موجه ربعك. اجابتك صالح، اذا هو لا يحق له الاحتجاج وغير مشروع، اذا هو تخلي على نادي القادسيه. كابتن عايد عندك مداخله؟ اي والله، لان مساعد قبل فتره كان يغرد ويقول ان اللي تخلوا عن النادي القادسيه وبهالظروف هذه، هذا صالح الشيخ مو مساعد. لا، وقبلها مساعد هام كان مغرد، غردها تغريده مساعد. قال تخلي قبل فتره ان ما يصير تخلون على عن النادي بهالفتره هذه، كان يقصد اعتقد لاعبين يعني. فانت يا مساعد انت 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 الكابتن اول شيء، وبعدين ليش هالشغله هذه؟ بدر مطوع وصالح الشيخ وخالد القحطاني واللاعبين الثانيين هذيلا هم نفس مكانتك بالفريق. بس ابو غضام ما يقصد اللاعبين، مستحيل يقصد اللاعبين. انا اقول لك ليش ما يقصد اللاعبين. اللي قبل اول واحد تكلم على فهد الانصاري، اول واحد هنى فهد الانصاري وعلى التواصل دائما معه ويعطيه نصايح، لان مساعد احترف الدوري السعودي، هو مساعد ندى. احمد الظفيري نفس الشيء، كان من اول الناس اللي بارك لكم. مساعد انا اعرفه شخصيا. لا انا ما اقصد هذول اللي احترفوا وراحوا. من تقصد؟ اللاعبين. لاعبين هو من اللاعبين اللي تقول في تخلي لاعبين عن النادي عن الفريق يعني، ما يتخلون بالفتره هذه. قصده ان انت لا تتخلى، اما مساعد ما يقصد اللاعبين. لحظة، احنا ليش نطولها يعني؟ طلع محمد بنيان دز مساعد التغريدة، شنو اللي مو واضح فيها يعني؟ طلعوا محمد بنيان من الفريق يسعد محمد، طلع او محمد بنيان. انت شنو تقصد فيها؟ مو انا ما اقصد، واضحة تغريدة مساعد. يعني مساعد كان ولنفرض نقول انه متحمل خروج فلان وسين وسين وسين، على اقل تقدير بقى محمد بنيان. طلع محمد بنيان شو يقول بفون؟ لا واضح الامر يعني. في لاعبين فزعه بعد خروج محمد بنيان، ممكن قد تكون كذي، بس انها هي ما واضحه يعني. طلع محمد بنيان دسم ساعه تغريدته، شنو الصعب بالموضوع؟ شوف عبد الله واضحه يعني. عبد الله شوف، انا ما كان ودي اتطرق للموضوع هذا كون انه موضوع حساس بالنسبه لي كاداري، لكن انا اعتقد مساعد هو رمز من رموز نادي القادسيه. يعني مساعد، يعني اذا ذكرت اسامي النجوم الكبار اللي قدموا تاريخ نادي القادسيه، فمساعد من اولهم، قد يكون من اكثر اللاعبين حقيقة الانجازات. نعم. يعني انا اقول لك مساعد بشر، يمكن قالها بحالة غضب تسرع، يمكن قالها بحالة إنه يعني محروق قلبه على الفريق. بالنهاية ترى عبد الله إحنا نقعد هنا شاي وماي وكل شيء، لكن ما تدري شنو وضع اللاعب لما قال الكلام، ما تدري شنو الوضع اللي داخل. أنا أقول لك مساعد يمكن العتب عليه إنه يبقى اسمه مساعد ندى، ما هو أي لاعب يعني. مساعد قائد، اللي تخلى عن الفريق. قال لك الدكتور محمد هو قريب جدا منه، مساعد ندى
قائد ومساعد اقول لك انا رايي مساعد رمز من رموز نادي القادسيه. انا كعادل اتمنى ان مساعد يرجع لناديه لان انا اقول لك الان النادي فريق بحاجه لكل نجومه. ابو خالد طول فتره محمد بنيان ما كان في مساعد مدرب، وبعد خروج محمد بنيان طارق دشكا مساعد، طارق الخلافي دشكا مساعد. شنو تفسيرك على هذا؟ شوف انا اقول لك شيء، اول شيء خلينا نكون صريحين، طارق الخلافي من المدربين المميزين، احمد بلوشي كان لاعب سابق قريب للاعبين، لكن انا اعتقد يعني في اعلام استفهام كبيره حين لسبب الاخ سعود محمد يقول انا ما كنت ادري ان ما عندهم مساعد مدرب. عضو مجلس اداره ما تدري ما عندهم مساعد مدرب؟ هذا امر غريب. هذا واحد. الامر الثاني محمد بنيان كان يشكي، كان يقول يا جماعه أنا ما عندي مساعد مدرب، معناته محمد بنيان يبي مساعد مدرب. يمكن مساعد المدرب اللي بياتي يبي راتب، الراتب من يوفر مجلس اداره؟ يمكن قال لك مجلس اداره ما عندي اعطي راتب. فانا اقول لك كان محمد بنيان يشكي، انا سبق وكنت معاه باحد البرامج وقال احنا بحاجه لمساعد مدرب، قال احنا بحاجه، لكن بالنهايه ترى ما هو المدير اللي يفرض، بس اداره لابد ان تتدخل بهالامور، لان هذه فيها امور ماديه، ما هي امور مثلا والله الو تعال امسك مدرب. ما دام ما كان بيده ليش حطوا طارق بعد ما مشى محمد بنيان؟ لان الان سعود ابو حمد في ناس قاعد تساعده كونه عضو مجلس اداره. شوف عضو مجلس اداره 100% ما قبل ان يمسك هالمكان الا بعض الشروط وافقوا له عليها. بس انا اقول لك اخوي عبد الله تبي يعني مو صحي مدرب ما في مساعد مدرب، مو صحي. يعني انت بنادي الغاثيه لابد يكون في مدرب في مساعده، يمكن يدري الدكتور اخبر مننا فني، مساعد المدرب دوره اكبر من المدرب. انا اعطيك اياها اشكر اقول لك محمد ابراهيم لما كان مدرب عندنا يعني ابو نواف انا امون عليه كان مساعده بوجو كان له دور اكبر، ما هو دور والله حط التشكيله، لا كان داخل الملعب هو يقود التمرين. محمد ابراهيم كان مدير فني هو يقود التمرين اصلا، كان مساعد مدرب له دور كبير. مدرب ما عنده مساعد؟ لا صراحه انا اقول لك الصج هذا امر غير مفهوم. ممتاز. نبي نسمع راي كابتن عايد ورضان في موضوع نفس الجزئيه تحديدا، محمد بنيان بوجوده ما كان في مساعد مدرب، خروجه وبعد خروجه حطوا مساعد مدرب. انزين ليش ظل محمد بنيان والحقان وشاكر طول هالفتره هذه وساكتين؟ المفروض كان لهم موقف انه والله انا اذا استمر هالوضع هذه استقالتي واتوكل على الله. ما بيتخلون بس كانوا مرتاحين. تخلى الحين مرتاحين ثلاثه موجودين مع شلون قصدك مرتاحين يعني. مع المدرب بشكل يعني متفاهمين. وانا انا صراحه ان انا قاعد اشوف دالي بور يعني مع احترامي له هو مدرب لياقه وليس مدرب فريق اول لنادي القادسيه، وبوجود محمد بنيان والحقان وبدر المطوع ومساعد ندوة لا مين لقب الدوري يا رجال ايه لا لاعبي القادسيه جوده لاعبي القادسيه اللي تحقق الدوري وليس دالي بور. دالي بور انا قلت له حظ ونصيب كبير من اسمه دالي بور يعني فقير فنيا. حرام هذا عيد. لا مو لا صراحه هو مدرب لياقه مو مدرب يعني مو مدرب حق نادي القادسيه. هذا نادي القادسيه دكتور محمد المشعان كلمني عن مدرب لازم يكون على مستوى. رايك الفني في داليبور؟ شوف بصراحه انا تقييم المدربين يعني انا ما ماني الشخص اللي ممكن يقيم المدربين اذا هو مدرب جيد ولا لا، لكن انا اقول لك تطور القادسيه ما كان في عهد داليبور بصراحه. لما مدرب يستمر في اللعب على نفس الاسلوب من غير الادوات بعد رحيل فهد الانصاري بعد رحيل احمد الظفيري فهذه نقطه استفهام كبيره. القادسيه كان محتاج فكر اعلى، القادسيه محتاج مدرب يطور اللاعبين يتطور بدر مطوع. شاهدنا بدر مطوع في نزول في المستوى، عبد العزيز في نزول في المستوى في بعض الفترات، محمد الفهد نزول في المستوى، صالح الشيخ في نزول في المستوى، رضا هاني اللي بدا الصاعديه اول ما طلع وبعدين في نزول في المستوى. حتى مشكله حراسه المرمى ما بين نواف الخالدي واحمد الفضلي وعلي جواد، في مشاكل في الاداره، في مشاكل يجب على المدرب ان يحل المشاكل هذه، يحل المشاكل على الاقل اللي في الملعب. انا ما اقول لك حل المشاكل تبرعات الماليه والمحترفين، لا انا اقول لك القادسيه قادر يحقق الدوري باللاعبين المحليين. والى الان لو كان القادسيه يملك استراتيجيه بديله ويملك اسلوب لعب مغاير بعد رحيل فهد الانصاري قادر انه ينافس حتى مع فارغ النقاط مع نادي الكويت، قادر انه ينافس. لكن انا اشوف ان الامور هذه ما تحضرت من البدايه، ما تحضرت في المعسكر، ما تحضرت في البري سيزون، لذلك المهمه صعبه. احنا راح نيك على موضوع دكتور ان بعد الامور اللي قاعد تصير ويا القادسيه هل هو قادر انه ينافس ويحقق اللقب بعد كل هذه المشاكل؟ لكن عندنا مداخلات هاتفيه ناطرينها على الهواء، بدايه مع الاخ عمر الشمري.
السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير اخوي عمر، حياك الله ويانا. حبيت اصبح عليك بالخير وعلى ضيوف الموجودين عندك. حياك الله، تفضل وياك دقيقه. حبيب عندي كلام مخصوص الاخ محمد الصالح. تفضل. ابى اقول القادسيه يغرد عنا بتويتر صار له يومين. القادسيه صار له 15 سنه حالك حال يرموك والشباب. وينك وين القادسيه؟ شوف ادارتك، شوف اداره نادي العربي، شوف لاعبينك يتراجفون قدام نادي القادسيه. وينك وين القادسيه؟ توك صغير يا حبيبي وخلي تغريداتك لناديك. وشاكر لك حبيبي. يعطيك العافيه اخوي عمر الشمري، ناخذ مداخله ثانيه. عمر بس مو ذاكر فقط عمر. عمر صباح الخير وحياك الله. صباح النور. يعطيك العافيه اخوي عمر، عندك دقيقه تكلم فيها باللي تبيه، وجه سؤالك لاحد او بشكل عام تفضل. الله يعافيك، اصبح عليك وعلى الموجودين وعلى المشاهدين الكرام. عندي بخصوص سعود ابو حمد ومداخلته واداره القادسيه. نعم. غير مرغوب فيهم تماما من الجمهور وقاعد. من هم عمر؟ رضا معرفي، حسن ابو حسن، وعلى راسهم الشيخ خالد الفهد. اداره كلها بالكامل، اداره حاليه، اعضاء مجلس الاداره مرفوض وجودهم. ما نبي خلاص، خليه يستغلون، قاعد يمسحون تاريخهم خلاص. وعندي ضيفك العرباوي، انا ما لوم انه يسولف وما لوم انه بتويتر مشخط القادسيه، 15 سنه هو ساكت ما سمعنا صوته. واخوي عادل عقلة كلام صراحه من ذهب، الله يساك، وانا احييك على الكلام هذا. لكن وين الكلام هذا بالسنين اللي طافت اللي كله تشكك بالقادسيه؟ وعندي محمد المشعان، اتمنى اني اشوفه بالاداره مع القادسيه، سواء مدير ولا كمدرب ولا كمساعد. هو مكتب كبير وهو شكله غتاوي. وشكرا لك. يعطيك العافيه اخوي عمر. ناخذ نافع الشملان، صباح الخير وحياك الله اخوي نافع، دقيقه كامله وجه سؤالك او قول رايك بشكل عام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخوي. اصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام، حياك الله. طبعا احنا صار لنا يومين حديث الساعه نادي القادسيه. نعم. انا اول شيء اقول حق سعود محمد، الله يوفقك مهمتك، وترى الجماهير كلها وياك. احنا كلنا صحيح نحب بنيان، محمد بنيان، لكن حبنا الاكبر لهذا النادي العريق نادي القادسيه. انا صراحه زعلت امس يوم شفت تغريده مساعد ندى. يا مساعد، انت على وشك النهايه، على وشك الاعتزال، لازم اللاعبين الشباب يتعلمون منك، يتعلمون منك، من بذر، من صالح الشيخ، محمد بنيان كنا نحبه، بس اذا طلع محمد بنيان مو لازم كنا نطلع، يبقى نادي القادسيه. اوقف مع اللاعبين الصغار خليه يتعلمون. وانا اثق بسعود محمد واقول له يا ابو فهد كلنا معاك، ابدا بلاعبين 19 وزج فيهم وراح يبرزون، وراح يبرزون ان شاء الله. شكرا اخوي نافع. شكرا اخوي نافع الشملاني، جزاك الله خير. اخونا فيصل جاسر، حياك الله ويانا اخوي فيصل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخوي جاسر. بس حبيت اهني نادي الكويت. الله يسلمك. قصر على التلفزيون اخوي فيصل. شاو. انا بس قاعد اشوفه بالكادر. وهني نادي كاظم على المستوى اللي قدموه. الله يسلمك. بالمباراه بالنهائي. حياك الله، تفضل. مشكور اخوي فيصل، مشكور. والف مبروك حق نادي الكويت. الله يبارك فيك. شكرا. عندك سؤال معين ولا فقط المباركة؟ بس حبيت اقول نادي كاظمة لا مستوى ولا مستقبل على المستوى اللي قدمه. ممتاز، شكرا لك اخوي فيصل جاسر، يعطيك العافية. هاني الغريب، مساكم الله بالخير جميع، ومسي على ابو خالد. هلا اخوي هاني، حياك الله. الوايت بوي مالنا، الله يجزاك خير. اتمنى اي سؤال يطرق حق القادسيه والعربي، اتمنى لا تعليق من حضرتك، لان الجمهور حساس جدا من نادي الكويت، حساس. يعني تدري الوضع، الراهن غالبه رايح هذا حساس، اي كلمه لو تقولها والله تكحسك، ها ليش كحيت؟ لان انت قصدك فلان. عندي سؤال فني. طبعا. اتمنى رساله ابو خالد الى اللاعب الكبير فهد العنزي. السلايتات الزايده عن اللزوم اللي ما لها داعي، ترى اصابتك وانت يا فهد اغلى من الجول اللي راح تسجله من هالسلايت.
لان انت تلعب وينج يسار او وينج يمين، ما له داعي للسلايتات الزايده عن اللزوم اللي قاعد نشوفها بالملعب، ولا يمكن 15 سلايت بالمباراه. اصابتك ترى وانت عزيز علينا يا فهد، وما نبي تتعور تنقطع عنا ثلاث اربع مباريات، ويعطيك الف عافيه. شكرا اخوي هاني، شكرا حبيبي. في بعد اتصال شباب؟ هذا اخر اتصال. هاني الغريب شكرا لك، يعطيك العافيه. اغلب اللي اتصلوا كان عندهم ملاحظات بسيطه. نبلش من اللي انتهينا منه. هاني الغريب يقول لك يا ابو خالد حتى تاشيرتك لا تاشر فيها. لا شوف، خلني اقول لك شيء. انا اتكلم هنا كمحلل واقول ما يرضى عليه رب العالمين وضميري. نعم. مو غريب عليك والله. يعني مثلا الله يجزاك خير، واحد يشوف، كل واحد يشوف من منظوره. يعني واحد يشوف اني انا متحامل، واحد يشوف اني انا حقاني، كل واحد يتعامل بمنظور. انا اتعامل باللي انا اقوله. نعم. اللي بلساني هو من داخل قلبي، ليس ابي الشر لحد او اتصيد على احد. انا ما تعودت كذي، تعودت باذن الله بفضل الله اني اجتهد حتى افوز. فوزي ما يكون على حساب الاخرين، ولا عمري اقول كلام حتى الكلام هذا ياثر على الفريق الثاني، لان بالنهايه النيه طيبه عند رب العالمين. بالنسبه لفهد العنزي، يمكن روح فهد، فهد يعني من لاعبين يلعب روح، يقاتل، يدافع، يهاجم، وانا معك اخوي هاني. يعني احنا بحاجه لفهد فنيا اكثر من هالامور، ولكن الروح داخل الملعب اوقات تجبر اللاعب انه يسوي كل شيء، وهذا شيء صالح فهد ما هو ضد فهد. ممتاز، شكرا يا ابو خالد. تبي اجاوب على عمر مره واحده؟ عند منو؟ عنده عنده صالح. لا عمر قال لي اني انا الكلام كنت اقوله بالسابق. ايه اول شيء انا لما كنت اتكلم على الغاتسيه مو كنت اتكلم وحين ما اتكلم، لا انا اتكلم على حسب الموضوع نفسه. احنا برشلونه فاز على تشيلسي بالحكم، قلنا الحكم. برشلونه قلنا الحكم. الان اذا فاز برشلونه بيقول فاز اذا الغاتسيه فاز مستوى نقول فاز مستوى، اذا ساعد حكم بيقول ساعد حكم. حتى بالسابق لما كنت اتكلم كنت اقول افضل فريق 10 سنوات او 12 سنه هو الغاتسيه. كانوا الكلام هذا ما يذكرونه لان كلام لصالحهم، بس ما يذكرونه، يروحون على الكلام اللي كنت اقوله الحكم. الخير يخص والشر يعني. انا اقول لك اخوي عمر، انا ما كنت اشكك، انا كنت متاكد من كلامي، ولا زلت اقول لك يبقى القادسيه هو افضل فريق في السنوات الاخيره، ولكن في امور ساعدت هذا الشيء. ممتاز. ننتقل حق الصالح. علامك القادسيه والداحر القادسيه 15 سنه ساكت بتويتر، تويتر ما صار له 10 سنين. لا يعني ما ادري، في عمر وفي عمر الشمري. اخ عمر يقول اي 15 سنه ساكت ما يعني العفو، حتى الكلام مو منطقي. يعني ايش دعوه الحين بالعربي بطل الدوري؟ يعني ايضا العربي مو بطل الدوري. يعني اتكلم عشان خساره في نادي الصالح، اتكلم عن كوارث قاعد تحصل في نادي القادسيه، مو خساره مباراه ولا غيره. يعني هذا من ناحيه، يعني هي 15 سنه ساكت ولا غيره. ليش الداحر الحين صار على ايام تغرد والداحر القادسيه؟ الاخ الاخر اللي هو عمر الشمري اللي قال، طبعا بغض النظر عن مستوى السلوك الهزيل اللي تكلم فيه، نصعد شويه. لا بالعكس ما قال شيء. لا الطريقه للسلوك، طريقه السلوك. لا يمكن هو سخن يعني. عمر ياك عمر ثاني. لا انا اتكلم عن الاول هو والله ما قال شيء. لا ادري والله ما قال شيء، ما خليني لا صدقني لو قال شيء ضايق. وينك وين هذا وينك؟ انت صغير غير مباشر بغض النظر. يعني انا مو متضايق منه، يعني بالنهايه متصل، ما اعرفه حتى الريال. يعني انا ولا ادري شنو قيمته ولا مستواه سواء الاجتماعي او غيره والنعم بايا كان. يعني بس انا ما ادري، هو متصل من رشاشه بالنهايه. انا اعرف قال اسمه عمر الشمري والف نعم. احنا دائما، لكن انا سمعت صوت الاحترام مقدم بضيوفنا واتصالاتنا بغض النظر. يقول لي انا فريقك حاله حاله، ما صار لك يومين، انا ما صار لي، انا كتبت تغريدتين بس فقط لا غير. امس بعد مباراة هي القادسية وصليبيخات، يعني أنا ما أدري إذا أنت وايد هشين لهالدرجة. هي تغريدتين عفست وسوت سالفة، ليش يعني؟ تغريدتين ما في غيرهم يعني، وأنا أعتقد أنهم حقيقة. يعني تبي أقول لك أنا شنو؟ لا بغض النظر، بس بغض النظر عن التغريدات. فأما ولا يبطاري العربي يقول فريقك حالة، ولا يبطاري العربي ولا يبطاري هذا، تتجه لشيء الناس ترد شيء ثاني. هذه تعليقات ضيوفي على متصليني. دكتور محمد المشعان يطالبونك جماهير القادسية بتدريب نادي القادسية، هذا من الاتصال نفسه، ويسألونك أنت غتساوي وشكلك غتساوي. لا شوف، الأمور مو باتصال أو طلبات الجماهير، الأمور تتم من مجلس إدارة. يعني عمل التدريب مهمة، لازم تكون باحترافية، مو اتصال وطلبه. أما الانتماء، أنا أقول لك بصراحة، أنا لعبت في نادي القادسية في المراحل السنية، لكن يعني من ست سنوات أو من سبع سنوات أنهيت موضوع الانتماء وعملت مع نادي الكويت اللي هو منافس الأول، نادي القادسية بعد نادي العربي. وأيضا في فترة من الفترات عرض علي نادي العربي، وجلست مع حسين عاشور
وكان عندي الموافقة المبدئية، لكن حطينا بعض الشروط اللي ما تمت، وكان عندي الاستعداد اني ادرب العربي او اشتغل مع العربي. فانا اقول لك العقليه هي عقليه احترافيه، الانتماء هذا انتماء للمنتخب البلد. وعلى طاري قبل اخذ الاتصالات اللي سالتك سؤال، بعد الاويه اللي صايره ويا القادسيه، هل تشوف انه قادر انه ينافس على اللقب؟ انا شخصيا المهمه القادمه بالنسبه حق المدربين انتماء مع اللاعبين، واللعب كل مباراه كمباراه نهائيه، وخلي الامور بالنهايه المحصله تنتهي مثل ما تنتهي، لكن كل مباراة يجب أن تكون مباراة نهائية وانتهى الموضوع. وبالنهاية يحدد هل البطل القادسية، هل البطل الكويت، هل البطل السلمية، هل البطل العربي، لكن يجب أن تكون كل مباراة هي مباراة تليق بالشعار وحجم نادي القادسية. ممتاز. كابتن عايد روبان جاهز للقطات التحكيمية؟ أيوة. اخترت مباراة العربي والجهرة؟ ايه، والقادسية وصليبخات. القادسية وصليبخات؟ ايه، لأنها كانت فيها أخطاء كارثية. ماشي. راح انت بس مو شلون موجوده لقطات عندنا ما كانت منقوله المباراه. انا شايفها الفجر لما دق متصلين كنت نايم، كنت نايم. لا لان ما لي شغل انا، انت والصالح طبعا انت حبايب 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 القدساويه، انتم الصالح من صوب وانت من صوب. بريك صغير ورادين مع اللقطات التحكيميه مع كابتن عايد الروضان. رجعنا وياكم بعد الفاصل والفقرة الخاصة للقطات التحكيمية للكابتن عايد الروضان. كابتن عايد الموضوع وياك إن شاء الله، واختار مباراة العربي والجهراء اللي انتهت بنتيجة 3-2، ورح نتكلم عن بعض الأمور الخاصة بهل كان العربي مقنع في هذه النتيجة، لكن الأمر متروك والمايك متروك لكابتن عايد على اللقطات التحكيمية. تفضل كابتن عايد. مشاركة الزملاء، طبعا أنا اخترت ثلاث حالات تقريبا، وكانت حالات هذه الأولى، هذه طبعا هني شوف هني تصدق هذه الكرة ما حسبها فاول الحكم، شوف مع أنه شوف كيتا شلون تدخل على اللاعب بقصد الإيذاء تهور، يعني المفروض كان يعطيه فاول وانذار هني، ولا ترى ما أعلن عن أي قرار، لاعبين العربي طلع الكرة أوت، هني ما أعطى قرار فيها، والمفروض لعبة فاول حق فيصل زايد ايه؟ وانذار حق كيتا. بهذه اللقطة كان المفروض ان كيتا ياخذ انذار، شلون تدخل كيتا بركبته، شلون عاق اللاعب، طبعا غابت عن الكابتن علي محمود. ممتاز. هذه اللقطة الاولى. اللقطة التحكيمية الثانية هذه الاولى كان المفروض ان كيتا ياخذ فيها انذار، هذا طبعا هدف رضا، وهذه ايوه هذا هدف العربي. شنو فيه الكرة لما كان ماشي فيها الشرميطي لما صار وياه لاعب الجهرة، مدافع الجهرة اللي هو أحمد حسن أعتقد. شوف هني الشرميطي طبعا تعثر، بس شوف شلون أعاق أحمد حسن من الوصول إلى الكرة بحركة وتحايل ذكي، رمى بنفسه قدام اللاعب ما خلى اللاعب يوصل إلى الكرة، وهني المطام الكبرى أن حكم المباراة يعني معطي ادفانتج انها فاول حق الشرميطي، وان انا معطي ادفانتج وامش. هذه طبعا تغيب عن 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 الحكم. ليش؟ لان تغيب عن الحكم. صالح هذه فاول؟ لحظه بس خلنا نقول التعبير هذا، ان الحكم اللي مو لاعب كره تطوف عليه السوالف هذه، لانه ما لعب كره وما لعب كره يعني رسمي. ممتاز. تطوف عليه. هذه فاول على الشرميطي؟ يعني طيب. الحين اللاعب قط نفسه علشان يطيح عشان الخصم، عشان وهو مو شايف خلاص جاي اصلا، يعني عشان يعني هل بيقط نفسه عشان ما يكمل بالكره؟ اي عشان احمد حسن ما يروح يلحق بالكره وعرقله وبحركه ذكيه. انت شايف اللقطه؟ اي وهو قدام خلف وايد ابو صالح، بعدين خلف فيها من ورا ابو صالح. شوف 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 ايه شوف اوكي اوكي ايه تعثر، يعني حتى هو ملاعبها باص. ادري ادري، بس ليش رمى ولا يدري انه خلف بيه يا اخي؟ ليش رمى بنفسه امام اللاعب المدافع؟ هو تعثر مو رمى بنفسه. لا لا تعثر، هو رمى بنفسه ولا طاح طيح رمى بنفسه. هو هو لا لا برضه هو تعثر. اسمع اسمع، هي طافت يعني على يا كابتن انا اقول هي طافت على حكم دولي. هني اوضح هني اوضح حكم دولي. شوف 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 طيب وين خلف هني؟
وين خلف؟ عندي تعليق. شغل خلف. فاول منع وصول. كلام عايد صح. وصول اللاعب إلى الكرة إذا فاول عليه. عيد اللقطة. وتحايل. كلام عايد. هو قاط نفسه علشان ما يكمل الكرة. إيه. مو قاط نفسه أنا أقول لك. إيه نعم. تحايل. عايد. لا لا لا. نسمع. هو مو قاط نفسه. اتفضل. هو كان يبي التحام كتف بكتف لكن اللاعب بعد شوية فاختل توازنه ولما اختل توازنه سقط أمام اللاعب. شوف اللقطة مرة ثانية باللقطة الأخيرة الواضحة. لا بس اللاعب كان لا كلامك صح هو فاول فاول على فاول عليه اعاقه. شوف هني هني كان هو الصالح كان يتوقع انه يستمر الالتحام كتف أيوة. لما وخر عليه طاح الشمي شوف 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 كان يتوقع الالتحام يستمر شوف الالتحام هني اختلت وازنه نفسه امام اللاعب اختلت وازنه اوكي فهو طاح يعني مو قط نفسه يعني لا هي مو فاول هي فاول على الشغميط الشغميط يحاول يكون ذكي ويسقط امام اللاعب بحيث انه يتحايل الحكم وتحسب للحكم انه فاول للعرب. ما تشوف الحكم يسوي ادفانتج لكن يعني هي فاول للجهره هاللقطه فاول وليس ما يصير يقط نفسه هو مو قط نفسه هو تعثر بالضبط طاح طاح هذا اللي انا قاعد اقول فيه برضه تقول يقط نفسه قدام اللاعب عشان خلاص ياخذها طاح ما يصير برضه تحايل على الحكم انه منع اللاعب من الوصول الى صالح بس الكرة. هو مثل ما قالوا الشباب انه ما دام انه اختل التوازن وطاح صار في اعاقه حق اللاعب الثاني ما يروح للكره طريقه وانه ما يقدر يوصل حق الكره وهذا استفاد منها احمد خلف ما ادري لاعب طايح يعني انا ما لي علاقه انت اللاعب هذا طاح بروحه يعني ومو قط نفسه علشان يسوي فاول لا بس لما سقط الصالح ذكاء من اللاعب ذكاء من اللاعب انه يحاول يسقط امام اللاعب هي طيحه بحيث ان الحكم يحسب فاول لصالحه هو طايح يا جماعه ما راح يختار وين بخالد رايك انا والله عندي راي بس مو تحكيمي انا اقول لك متضايق من المحترف العماني محترف خالد اليعقوبي تخلي الموسوي كذي بهالطريقه يعني اللاعب خلف احمد خلف وين بيروح اذا بيروح سيده يطلع اوت اذا بيحاول ياخذ يمين ما يقدر يعني بيلعب حق الموسوي انت شو موقفك لازم تروح عند الموسوي والدليل لما راح بعد ما لعبها حاول حتى يصيدها انا اقول لك الامر فني المدافع العماني وقفته كانت خاطئه 100% ولقطه تحكيميه نفسها لقطه تحكيميه انا اقول لك فيها شك يعني لا ذكر رضوان انا اقول لك امس انا اقول فاول ان الشرميطي فاول على الشرميطي الحين لما اشوفها مشكوك فيها لسبب مشكوك فيها لان اللاعب ايضا ضايق الشرميطي يعني يمكن يكون حاشه وضايقه لكن ما هي 100% جول ولا هي 100% خالد هني خبير تحكيمي لازم هو انا احترم ناطره يخلص بس لا شوف عبد الله انا ناطره معطي الوقت عايد انا احترم شوف انا احترم عايد وعايد من الحكام والله العظيم مميزين وعايد قال لك كلمه عايد كان لاعب انا ما كامل والله العظيم في شغله علينا واقولها لك عايد بحكام مميزين وكان لاعب مميز فاول الامور هذه قال لك لا كان لاعب عارف الامور عارف اللاعبين شو يسوي لما تطول منه الكره شو يسوي لكن انا اقول لك فيها شك لسبب واحد اول شيء شك برايي يا ابو خالد لا انا اقول رايي يعني مساعد جوارديولا لما قال بيلسا احسن مدرب نقول له جوارديولا هم يقول راينا بالنهايه ورأينا غير ملزم لكن أنا أقول لك فيها شك منو اللي يقنعك أكثر أبو خالد أكثر إيه؟ أكثر عايد إيه؟ عايد عايد لأن عايد أنا أقول لك أمس أنا شفت المباراة الفاول على الشرميط شوف عبد الله أنا شفت المباراة أمس إيه؟ وكنت أقول لا الشرميط طيح نفسه وضايق الآن أشوفها فيها شوية لأن هو يركض مع أحمد حسن أعتقد ضايق أحمد حسن يعني يمكن أنا كعلي محمود يعني ما بحسبه يعني ولا خالد أمس ويا عايد اليوم مو ويا عايد لا أمس أنا أقول لك الحين لما شفتها عدل يعني مرة مرتين وثلاث مقصرين قاعد تعيدونها كذا مرة صراحة عشان المشاهد توضح له الصورة والله فيها شك فيها شك ماشي ناخذ اللقطة الثالثة اللقطة الثالثة هذه تفضل شنو كانت الكوع إيه هذه اللاعب المحترف روجيه شلون فين هم محترفين اي الشرميطي وشوف روجي شلون تعدى على الشرميطي بالكوع طبعا هذه انذار كرت احمر مباشر الكوع هذا شوف المسكين شوف 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 شلون يكوع له شوف وشوف زين الحكم رايه ما كان قاعد يطالع الحكم بلا هو اللي رفع الحكم الرايه هو اللي رفع شوف هو الحكم شاي زين وسواله بيده كوع وسواله كوع ليش ما عطاه احمر دام ان الكوع في كره القدم كرت احمر مو هني هذا اقول لك انا ليش الحكم يعني تنقص الشجاعه يعني المفروض الحكم اهم شيء وبعدين هذا اللاعب هو طرد نفسه مو انت طارده الكوع هذا معروف وين ما تروح تجي تعطيه انذار يا انك تتغاضى عنها تقول ما شفتها
وتمشي عليك تقول والله انا شرميطي مثل، اما تجي تعطيه انذار يعني شايفه كوع يعني يعني ضروس الشرميطي صارت الله وكيلك. يعني يعني محترفين اثنين بهذه اللقطه شرميطي ما له شغل اخوي عبد الله. انا قصدي اللقطه نفسها اخوي عبد الله، هذه طرد ما في مجال، ما في مجال يعني صراحه حرام. يعني انت في طرد عن طرد يفرق، في لاعب منفرد تسحبه كذي تقول يلا طرد، هذا انت يعني كنت راح تسوي شيء باللاعب مو بهالطريقه. هذا من خيره اللاعبين فنيه من افضل لاعبين محترف الجهره، لكن احنا لعبنا ضده مباراتين، لاعب عنيف، لاعب عنيف بالملعب صراحه، يلعب لعب قوي. يعني اذا الحكام علي محمود من الحكام المميزين، اذا الحكام ما يحمون اللاعبين كان مصيبه. هذا الشرميطي يعني صراحه حرام قاعد اشوفه الحين امام ناظر الحرس برضان برضان عشان الوقت عندنا المباراه الثانيه اللي انت اخترتها. هو نفس ترى ما قال لك برضان لاعب طرد نفسه، ليش ما طردته؟ اي يعني هو قال لك يعني انت متوازن الامور يعني ممتاز. خل نشوف ملاحظات كابتن عايد الرضان مو مسجله، انت شفتها بنفسك عندك ملاحظات؟ طبعا كان هناك ركله جزاء صريحه وواضحه حق نادي القادسيه في الدقيقه بالتحديد 91.45 ثانيه، لاعب الصليبيخات اخرج الكره بيده متعمدا والحكم اخر من يعلم، وهدف القادسيه من الحكم كان بالمباراه الحكم علي طالب، وهدف القادسيه اللي سجله المشعان كان بدايته فاول على المشعان نفسه. شلون اشرح لنا اللقطه؟ كانت الكره توم خارجين من خط 18 والمشعان مسك اللاعب المدافع اللي هو طلال مجيد او طلال فاضل اسمه، اسقط على مجيد طلال، مجيد طلال اسقط على الارض، وحتى لاعبين صليبيخات وقفوا ليش على بالهم ان الحكم خلاص بيحسبها فاول، فكمل المشعان بالكره وحطها جول والحكم اخر من يعلم. نعم، وكانت هناك ركله جزاء حق نادي القادسيه صريحه وواضحه بالدقائق الاخيره بدل الضايع، بدل الضايع، بدل الضايع دقيقات. في ملاحظات ثانيه كابتن عايد؟ لا والله بس هذا اللي هذه اللقطات الخاصه فيك، اتمنى انها تكون موجوده. مباراه العربي امس مع الجهره نتيجه كدكتور انا بقول لك يعني جزء من السؤال ممكن يكون موضوع سهل، لما اقول لك فاز العربي على الجهره هذا فاز العربي على الجهره، بس لما اقول لك 3-2 تشوف هذا مقنع الفوز ولا لا؟ لا انت شوف سيناريو يعني المباراه ما تاخذها بالنتيجه النهائيه، يعني تحليل المباراه يجب ان يكون على احداث المباراه، واحداث المباراه كان متقدم العربي 2-0 وكان يؤدي اداء جيد، لكن التراخي العربي والتعادل 2-2 وبعدها الهدف الثالث، فانا اقول ما تعادل 3-1 3-2 فيبين لك ان العربي فقد تركيزه في لحظه من اللحظات. وانا اقول لك العربي حاليا ومجلس ادارته والجهاز المشرف على الكرة الموسم هذا، أنا أقول لك ممكن نفس الكلام اللي ينطبق على القادسية، حاول أنك تدخل كل مباراة مباراة نهائية، لكن الإعداد يجب يكون الإعداد للموسم القادم. نعم، يعطيكم العافية. كذي وصلنا لنهاية حلقتنا من خلال برنامج 18، نشكر المتصلين اللي شاركوا ويانا، وأيضا نشكر المشاهدين على تواصلهم في البرنامج. تو الناس على شنو؟ باقي وقت ما باقي، ترى نجيب لك عمر يتصل فيك بدل عمر عمري والنعم فيهم نعم الجميع قاعدين ما تعرفهم كلك لازم لا عندي انا طرشوا عليك دكتور محمد المشعان، شكرا على حضورك اليوم، يعطيك العافيه، جزاك الله خير. كابتن محمد الصالح دكتور كابتن دكتور ما دخلك دكتور عايد الروضان بروفيسور منديرة قاعد العميد الله يجزاك خير دكتور عادل عقلان حبيبي الله يسلمك دكتور عايد قدام قاعد يا معايد يا كثر الدكاتره بالبلد يا ولد مو بس احنا طلع تعال واخلص. ايضا نشكر المشاهد على مشاهدته هذه الحلقه في برنامج 18، اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم. مع السلامة.